يتميز النظام الغذائي الصحي الغني بالمواد المضادة للأكسدة مع تجنب الأطعمة المصنعة بقدرته على تعزيز مناعة الجسم ومقاومة الكثير من الأمراض من بينها كل أنواع السرطانات. الزميلة منى عواد والتفاصيل. تشير العديد من الدراسات إلى أن بعض مكونات الغذاء يمكن أن تلعب دورا في خفض خطر الإصابة بالسرطان، بما في ذلك المواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3 الدهنية. إليكم فيما يلي بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في مكافحة الإصابة بمرض السرطان وفق ما جاء في موقع بولد سكاي المختص بالصحة. أولا التفاح. يحتوي التفاح على مضادات للأكسدة تساعد على مكافحة الخلايا السرطانية، وينصح بتناولها دون تقشير لضمان الحصول على الاستفادة القصوى منه. أما الجزر، يساعد الجزر في منع الإصابة بالسرطان بفضل احتوائه على فيتامين ألف ومادة الكاروتين المضادة للأكسدة. الأناناس، إنزيم البرومولين الموجود في الأناناس يعمل على الحد من نمو الخلايا السرطانية. البطيخ، لأنه يحتوي على كمية وفيرة من مادة اللايكوبين المضادة للأكسدة، فإن البطيخ يعزز الوقاية من السرطان. أما البصل، يحتوي البصل على مركبات كيميائية طبيعية تمنع نمو الخلايا السرطانية في أجزاء معينة من الجسم كالرئتين، الثدي، المريء والقولون. البندورة أو الطماطم تحتوي على كميات كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والتي تساعد في علاج سرطان المبيض. الثوم، خصائصه المضادة للجراثيم والالتهابات تمنحه القدرة على منع تكون الخلايا السرطانية. الزنجبيل، وفق الدراسات يتميز الزنجبيل بنفس قدرة العلاج الكيميائي في السيطرة على السرطان، حيث يساعد في كبح نمو الخلايا السرطانية خاصة في المبيض. الفلفل الحار، يحتوي الفلفل الحار على مركب الكابساسين القاتل للخلايا السرطانية.